الفن هو ترجمة أو تعبير عن المشاعر والأفكار اللي بتدور بذهن الفنان ليعبر فيها عن مشاعره وأحاسيسه، وطبعاً بيتفاعل معه عدد كبير من الناس اللي بفضلوا هذا النوع من الفن. فالفن هو قدرة الإنسان على الإبداع لتحديد هويته والارتقاء بنفسه، وقد بدأ استخدام البشر للفنون منذ آلاف السنين، ويؤكد لنا هذا كل النقوشات والرسومات التي وجدت على جدران المعابد والكهوف القديمة، وأصبح الفن يتطور مع تطور الزمن وتقدم الحضارة. كانت الفنون بالبداية ستة بس، ويلي صنفها لهذا التصنيف هن اليونانيون القدماء، وهي العمارة، الموسيقى، الرسم والنحت، الشعر وكمان الرقص. وبعد هيك دخلوا السينما كفن سابع لهي القائمة. وهي الفنون الستة، وكان أول من أطلق على السينما مصطلح الفن السابع هو الناقد الإيطالي الفرنسي يوتشيودو كانودو. ونحن بحلقات برنامجنا رح نتعرف على الفنون السبعة، والبداية رح تكون مع الفن السابع، بس طبعا بعد الفاصل. هذه السيارة لن تحاول دهسه، لكن قبل 120 عاما ظن المشاهدون أن هذا القطار سيفعل. هذا ما أبدعه الأخوان لوميير في رحلة السينما بعد تجارب استندت على إنجازات علماء آخرين، أبرزهم عالم البصريات ابن الهيثم. الرحلة بدأت بعروض أفلام قصيرة صامتة وسط الجمهور في المقاهي والنوادي بأوروبا، وبعد حوالي 10 أعوام وصلت إلى محطة قاعات العرض المغلقة المسمى حينها بنيكلوديان. المحطات الأولى للسينما كانت صامتة، تصاحبها موسيقى دون صوت الممثلين، وقاد تشارلي تشابلن هذه القاطرة. في محطة اليابان ظهرت وظيفة تسمى بنشي، وهو شخص يقف إلى جانب شاشة العرض ليسرد الأحداث الصامتة ويكون صوتاً للممثلين. بعدها أصبح للسينما صوت ناطق وألوان كما نعرفها الآن. على قضبان موازية انطلق قطار أفلام الرسوم المتحركة، ثم قاده المخرج والمنتج والت ديزني، وتطور المشوار لتصبح رقمية بعد أن كانت ترسم يدويا. قطار السينما أثر في السياسة وفي تشكيل الرأي العام، وتحولت السينما إلى صناعة لها محطاتها الشهيرة حول العالم: هوليوود، بوليوود، السينما المصرية ومحطات أخرى. تطورت المؤثرات البصرية في الصناعة على طول الطريق، وأصبح ذلك المشهد الذي خاف منه المشاهدون شديد السذاجة لدى البعض. السينما هي ذلك الفن الساحر الذي يجعلنا نحلق في عوالم مختلفة ونشاهد أشخاص ربما يشبهونا أو يشبه من نعرفهم أو لم نصادفهم في حياتنا من قبل، كما إنها أصبحت مرآة للمجتمع الذي تعبر عنه، تتصدى لمشاكله ومعاناته وتعرض سماته وعاداته وتقاليده. وقد سميت بالفن السابع لأنها ظهرت بعد الفنون الستة: العمارة أو النحت، الرسم، التلوين، الموسيقى، الرقص والأدب، ولأنها قامت بجمعهم معا في سياقها. ما كانت بداية السينما هيك مثل ما شايفينها في الأيام بهذا التكنيك الهائل والإنتاج الضخم والأفكار الخلاقة، بس هي بدأت كما يقول مؤرخو السينما بملاحظة دونها ليوناردو دافنشي الفنان والمهندس الإيطالي، حينما وجد أنه إذا جلس الإنسان في غرفة مظلمة تماما بينما الشمس ساطعة في الخارج وكان هناك ثقب صغير في حائط هذه الغرفة يسمح بنفاذ ضوء الشمس منها، فإن الجالس في هذه الغرفة يمكنه أن يرى على الحائط المواجه لهذا الثقب خيالات أي شيء يتحرك في الخارج أمامه. ومن هاي الملاحظة بلش العلماء بالبحث والتجريب لحتى وصلوا إلى اختراع عدة آلات استخدموها قديما من أجل الترفيه والتسلية، وكمان أنها ساهمت في نشأة فكرة السينما. لح نشوف معلومات أكثر عن نشأة الفن السابع بفقرة كيف بدأت. تعد الفنون مرآة الشعوب، والسينما تعد أحد روافد هذا الفن وسجلاً حافظاً لمكنونات الشعوب وتوثيقاً لها. تعود نشأة السينما إلى نهاية تسعينات القرن 19 الميلادي، فكان بداية معرفة الإنسان بها بعد أن تم جمع بين 3 مخترعات، وهي اللعبة البصرية
الفانوس السحري والتصوير الفوتوغرافي، ليأتي بعد ذلك الأخوان أوجست ولويس لومير باختراعهما الذي كان عبارة عن جهاز عرض للصور المتحركة على الشاشة، وكان ذلك في 13 من شباط عام 1895 في فرنسا. ووفق تقسيم الناقد والمؤرخ السينمائي فيليب كونجوليتون، هناك مراحل مر بها تطوير الفيلم السينمائي، فقد مر في البداية بعصر الريادة، وفيه تم تصنيع فيلم الكاميرا الأولى، وكانت التقنية جيدة تماماً، وكانت تغلب على الأفلام الصمت، ومعظمها كانت وثائقية أو خبرية، وتسجيل أيضاً لبعض المسرحيات. العصر الثاني كان عصر الأفلام الصامتة، في هذه المرحلة اختفت التسجيلات المسرحية لتحل محلها الدراما الروائية. عصر قبل الحرب العالمية الثانية، وتميز هذا العصر بالصوت، وتم إنتاج أول فيلم ناطق بعنوان مغني الجاز عام 1927. العصر الذهبي قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحديث كل أنواع المتغيرات في صناعة الفيلم، فانتشرت الأفلام الكوميدية بشكل ملحوظ، وأخذت الأفلام الموسيقية المرتبة الأولى في عرش السينما، وابتدأت أفلام الرعب في الانتشار. وهذه مقاطع من أنا والملك، وهو فيلم أنتج عام 1956. Suddenly I'm bright and breezy.
يعتبر أدب الأطفال من أهم العناصر تأثيراً على شخصية الطفل، وخصوصي إذا كان هذا الأدب بيقدم للأطفال عن طريق صورة جذابة، يعني مثلاً عن طريق فيلم سينمائي. وكانت السينما أحد أهم تلك المجالات التي أثرت على تفكير الطفل، كما أنها قدمت له ذلك التأثير في قالبين ممتعين، خصوصاً عندما قدمت بعض الأفلام الموجهة للأطفال أو الموجهة لكافة أفراد الأسرة. هذا هو رأي صانعي سينما الأطفال، فشو هو رأي الأطفال واختصاصي تربية الطفل؟ أكيد رح نعرف في فقرة ما هو رأيك. الفنون اللي ممكن نحن ندخل فيها للطفل، هيك بيقولون. السينما مهمة؟ طبعاً السينما مهمة، هو فن لازم يطلع عليه كل الأطفال، وهي ثقافة لازم تنتشر. طيب نحن لازم نتدخل شوي بأنواع الأفلام اللي بيشوفوها أطفالنا؟ لا، يفضل خاصة إذا كان كرتون يكون في انتقاء كتير بنوعية الأفلام، وحتى بالمدة العرض تبعها يفضل تكون انتقائية شوي، ونكون نحن مطلعين عليها قبل ما نعرضها للطفل، لأنه مو الكل اللي بيمرقوا تحت كنترول ورقابة اللي نحن بعازتها لنقدمها لأطفالنا. شو الشغلات اللي ممكن فعلا نحن نعتبر انه السينما بتفيد أطفالنا؟ مثل اليوم مثلا انه انت جايب الأطفال كلياتهم عاملين نشاط من السكول لهون على السينما، ليه اخترتوا هذا النشاط نشاط السينما؟ هلا، هو اولا هي ثقافه كثير مهم يطلع عليها الطفل وتكون موجوده ببناء شخصيته للمستقبل. النقطه الثانيه انه احنا حابين نسلط ضوء مختلف عن فكره المتداوله عن حضور الفيلم بالسينما او بدور العرض، اللي هي نحن بدنا نحاول بعدها نكون في عنا جلسات متابعه مع الاطفال لنقول لهم انه شو عجبهم فيها، مو بس يكون موضوع الفيلم او الموضوع الدرامي اللي بقلبه، لا نحن بنضطر انه شو رايك بالاضاءه، شو رايك بال هل كانت الصوت الاصوات المرافقه للموسيقى او الاصوات اللي بترافق العرض شدتك لتنتبه ولا لا. نحاول نشتغل لحتى يكون مداركه وعنده رؤيه اوسع باي شيء بيتابعه او بيحضره، ما يكون عنده هاي نظره النقد البناء باي شيء ممكن يحضره او حتى بحياته لقدام. حبوا تجربة السينما، دخول السينما ولقوه عن جد حلوة مفيدة. ما بعرف هلأ مفيدة ما رح يعرفوا بالضبط، بس حبيتي التجربة؟ ايه عجبني اول شيء انه هي 3D، وتاني شيء انه بتحسي واقعية عم انتي معه. تاج بتفكري انه تيجي مرة تانية انتي والبابا والماما؟ عجبني جو السكول ورفقاتي احلى. لا، مع رفقاتي احلى، بنسلى سوا. كوكو حبيت الفيلم؟ كيف فكري؟ الحمد لله. شو أخبارها؟ الحمد لله. طيب هاي شو هاي اللي عم تحطها على عيونها؟ كتير حبيتها النظارة؟ ليش عطوك ياها بتعري؟ عشان اتفرج منيح. وعم تتفرج منيح؟ طيب معلي اسألك سؤال، انت عم تعزبون الشي جوا؟ عم تعيط ولا لا عم تتفرج وهادي؟ عم اتفرج وانا هادي. برافو عليك. جوجو كيف؟ كان هادي كوكو؟ كان هادي وانتي؟ ولا لا عم تعيط؟ عادي. طيب حبيتي الفيلم؟ شو الفيلم اللي بتحبي دائما تشوفي؟ بتحبي افلام كرتون؟ ايه هذا الفيلم. حبيتي لهذا الفيلم؟ بدك تصيري بطلة؟ تيجي مرة تانية؟ تعزميني اجي معي؟ بس نعمل كلياتنا باي للكاميرا؟ شو رأيكم؟ باي، تحضروا دائما افلام. Thank you.
تشارلي شابلن المعروف شعبيا باسم شارلي شابلن، ويطلق عليه أيضا عدة أسماء أخرى ومنها تشارلز سبنسر شابلن وسير شارلي شابلن، كما أنه عرف بالصعلوك وكان من أوائل ممثلين السينما. وبتكمل الأهمية التاريخية لشارلي شابلن هو أنه كان كوميديان ذو بصيرة، حيث أنه تمتع بمهنة ناجحة كممثل وكمخرج وككاتب وأيضا كمؤلف موسيقي في عهد الأفلام السابقة، فهو يتميز بشكله المعروف وبالقبعة السوداء المستديرة والسروال الفضفاض. استطاع تشارلي شابلن أن يستولي على قلوب أوائل رواد السينما وصار من أكثر الشخصيات المحببة بالعالم، وأصبح تشارلي شابلن أحد الرجال الأكثر شهرة كمان بالعالم. ومعلومات أكثر عن السير تشارلي شابلن بفقرة في سطور. في 16 من أبريل عام 1889 ولد تشارلز سبنسر شابلن لموسيقيين في لندن بإنجلترا. بعد انفصال والديه أرغمت والدته على الدخول إلى مصحة، مما دفع شابلن وشقيقه إلى الاعتماد على أنفسهم. وفي سن 19 انضم شابلن إلى طاقم فريد كارنو للبانتوميم، وخلال جولة في الولايات المتحدة حصل على عقد فيلم مع شركة كاستون فيلم التي كان يملكها ماك سينت. وبعد ظهوره في ما لا يقل عن 36 فيلما لكاستون، انتقل شابلن إلى شركة SNA في عام 1915. وفي 26 وقع شابلن عقدا مع شركة مشتركة $670,000 سنويا، مما جعله واحدا من أعلى الناس أجرا في العالم. وفي محاولة للحصول على مزيد من السيطرة على عمله، شكل شابلن وثلاثة نجوم رئيسيين شركة الفنانين المتحدين عام 1919، وبعد بضع سنوات أطلقوا The Kid الذي أصبح ثاني أعلى فيلم دخلا في تلك السنة. وخلال العشرينيات والثلاثينيات قام شابلن بسلسلة من الأفلام الناجحة، بما في ذلك فيلم The Circus الذي فاز شابلن بسببه بجائزة الأكاديمية الخاصة. وفي عام 1940 وفي فيلم The Great Dictator كان آخر ظهور لترامب، وعلى الرغم من ترشيحه لخمسة جوائز أوسكار إلا أن السياسة اليسارية للفيلم أثارت القلق مع الحكومة الأمريكية. وبحلول عام 1952 تم إلغاء تأشيرة شابلن الأمريكية. في عام 1922 أطلق ديزني مؤسسة تنتج أفلاما قصيرة بالرسوم المتحركة استمدت أحداثها من قصص الساحرات وقصص الأطفال. كانت هذه الأفلام القصيرة تباع بسهولة وكانت لديها شعبية كبيرة، لكن التكاليف كانت أكثر من الأرباح. وبعد انتهائه من فيلم أليس في بلاد العجائب أعلنت شركة إفلاسها، وكان ذلك في عام 1923. استطاع ديزني إنقاذ جهاز كاميرا ونسخة من عمله الأصلي أليس في بلاد العجائب، وأنه لما أنقذه من أيدي الدانئين بعدين صار يجمع بعض المال من أخذ الصور الفوتوغرافية لصالح بعض الصحف المحلية. توجه ديزني غربا نحو هوليوود ليبدأ من جديد. استطاع ديزني بهوليوود من خلال فيلم أليس في بلاد العجائب وفيلمين قصيرين آخرين أن يقوم بعرض موهبته، وبعدها قد حصل على الدعم المالي من عدة جهات ليبدأ عمله مرة أخرى. ومن ثم وصلت شركته ديزني برودكشنز للعالمية. أنتجت مؤسسة ديزني العديد من الأفلام، ولكن فيلم أليس في بلاد العجائب كان لها مكانة مميزة. في فقرة كان زمان رح نتعرف أكثر على أليس في بلاد العجائب، خلوكم معنا. الأرانب والقطط هتعيش في بيوت جميلة، يلبسوا في اليوم هدوم كتيرة. في بلاد الخيال والزهور هيكون فيها أليس في بلاد العجائب. هل شاهدتم هذا الفيلم يوما؟ هل سمعتم بأليس؟ سنتحدث عن الفيلم أليس في بلاد العجائب. هو فيلم من أفلام شركة والت ديزني، أنتج عام 1951. تدور قصته حول فتاة تقع في مشاكل كبيرة بسبب فضولها. كانت أليس مع أختها الكبيرة في الحديقة تقرأ لها بعضاً من كتب التاريخ، لكن أليس لم تكن تصغي لأختها لأن الكتاب كان مملاً بالنسبة لها، فهو لم يحتوي على أي صور أو حوارات.
بدأت أليس تتخيل عالمها الخاص بأن يكون هذا العالم غير منطقي. فجأة ظهر أرنب أبيض يرتدي معطف. أخذ الأرنب بسرعة وساعته في جيبه مستعجلا جدا، لكن فضول أليس جعلها تلحق بذلك الأرنب لتعلم لما يحمل هذه الساعة، ولما يرتدي ملابس غريبة، ولما هو مستعجل. تبعته إلى داخل حجره، لكنها سرعان ما بدأت بالبكاء لأنها وجدت نفسها أمام باب مغلق. قال لها أن تشرب من زجاجة صغيرة الموجودة هناك. هذه الزجاجة جعلتها تصغر. فليحيا عيد مملكتي علشان هنهني بعض الذمة ونروح شربين حبة شاي. فليحيا عيد مملكتي. بس ده المكان فاضي خالص. لكن ما يصحش حد يقعد من غير ما يتعزم. ما يصحش بتاتا ولا يمكن. انا اسفه جدا، بس انا استمتعت بغناكم وكنت عاوز اعرف لو انتي استمتعتي بغنانا. اما بنوته لطيفه. ايه ده؟ ما حدش بيجاملنا. سكراوي لازم تاخدي فنجان شاي. طبعا، ايوه الشاي لازم تاخدي فنجان شاي. مفيش مانع، انا اسفه اني قطعت حفله عيد الميلاد. شكرا. عيد ميلاد؟ لا يا حلوه، دي مش حفله عيد ميلاد. طبعا لا، دي حفله عيد ما ميلادي. عيد ما ميلادي؟ انا اسفه بس انا مش فاهمه حاجه. شيء بسيط جدا، التلاتين يوم يعني عيد مملكتي. لو عندك عيد ميلادك يبقى الفنانة دانييل الراشد هي من لعبت دور أليس، أما داني بستاني فقد كان الأرنب الأبيض. شرب الأيوب كان كاتر بيلار، وجمان الزنجي هي الملكة، وأسماء كثيرة قد لعبت في هذا العمل. العمل رائع جدا، ويمكنكم أن تتابعوه ليس مرة واحدة فقط وإنما أكثر من مرة، فسوف يعجبكم بكل تأكيد. إلى اللقاء. أنا غريبة جدا، يا ترى الأرنب ممكن يتأخر على إيه؟ لحظة يا أستاذ. عوات وخلاص ضاع مني الوقت، ولا في أهلان ولا في بضيع وقت واتأخرت. دي أكيد حاجة مهمة جدا، زي حفلة مثلا. يا أستاذ أرنب استنى. لا 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 لا، مش عارف ازاي وده حصل ازاي، ولا في باي باي ولا في اهلان او وقت واتأخر. ياه، مكان عجيب قوي يعملوا فيه حفلة. عارفة يا تينا، الحقيقة مش لازم اننا ندخل هنا. اولا احنا ما تعزمناش، والفضول ممكن يوقع الواحد في مشاكل. هلا بعد ما خلصت حلقتنا شو رايكم نروح على السينما ونحضر شي فيلم؟ ما في مشكله، انا موافقه، وخاصه اذا كان الفيلم كوميدي. نحن بحاجه للضحك. اي صح، نحن بحاجه للضحك، بس بنفس الوقت نحن بحاجه للثقافه. شو رايكم مثلا فيلم وثائقي؟ هلا خلونا بالاول نودع اصدقائنا، بعدين بنتفق على نوع الفيلم اللي رح نحضره. الى اللقاء اصدقائي، نتمنى انكم استمتعتوا بحلقتنا اليوم. لا تنسوا تتعرفوا على الفن السابع وتحضروا افلام سينمائيه. الى اللقاء، بنلتقي بحلقات قادمه. باي.